قداش من مره اللي يجي يخطب واحده من اخواتك تهججه، ما تحبش تعمر على اخواتك وما تحبش تعمر على امك وباباك. وعذبت امك وعذبت باباك وضربتهم وعملت فيهم اللي ما يتعملش. بايك مش راضي عليك نهار اللي مات على ايدينا وعلى ايد نجيب، وقال لك مشني راضي عليك في الليل سلت وقال لي مشني راضي علي لا اول عيميت باهي كلمك انا حاجه وتشوي في الحم تحت الحيط بايك ميت نحن وانت تلوش في المدبيه اللي يقرا في القران تقول له اخالي برا مشي خذ منها الفلوس خان خالص المدبي. ثم واحد يعمل في باباه هكا ميت هذا ميت زعم انت ما تموتش مش عايش 100 سنه انت مش تولي شكون انت انت شكون انت انت شكون جاوبني لا انت شكون مش تعيش قرن يجيك نهار وتموت كما مات باباك. اش مطلوب مني انا توا اش مطلوب مني هاي نقول لك حاجه برا ربي ان شاء الله يغفر لك تمشي تطلب السماح من امك واذا امك ما سمحتكش تعيش عمرك تعب وناكد لك انها تعيش تعب مع عائلتك تعيش تعب ومش متهني هاك انت تو متهني تسخي روحك في دارك ماكش متهني على خاطر امك ما هياش راضيه عليك. عيرت امك خليه يتكلم عيرت امك بالرجاء نتكلم اخويا مدام نجيبه نعم سعلا خليه يجاوب ولا كلمة كي جاوب ولا كلمة ما خصش عليك الراجل كان في كنف الاحترام والأدب معك يسمعك ومن بعد يتكلم تفضل. خممتيش حاجة خالتك مريم وولدها وأخواتك البنويت وطاهر وعماد وكل اللي مهم لك وزوج قدام عليك يعني يقول كلام هذا صحيح ريتي نهب نفهمك أو قدام الرجال أنا نعطيك قطار وطاه في زربة بلاش من عندي يعني. إذا يطلع كلام هذا صحيح نقول لك انت تتكلم بالكلام هذا يا راجل الناس فرج بيك على بيدري يسرا يتفرجوا فيها على خاطر هاي مش جيبوا قصه كبيره توا لا اسمعني تنجم ترشيهم كل واحد تعطيه 50000 وتقول لهم كي تجيب قسما بالله تفرج 60 حزب تعطيهم كل واحد 50000 تقول له اسمع ريت ما تجيش معايا هاي 100 كل واحد 100 على خاطر انت لاباس عليك صاب 250 مليون كما قال ولد خالتك قال لي صاب 250 ابعدوا عليه راكم ما تنجموش راهو نتاع فلوس انت ما عندكش دخلك 150 ولا حتى مليار دخلك انت خليتي بايك انت ولا ما خليتيش تحبي عندي اسمعني اسمعني انا مش جايبك اسمعني مش نستعطى فيك ولا جاي باش ناخذ منك الحمد لله يا ربي نحمدك يا ربي نحمدك ونشكرك يا ربي امه وباي راضين عليا بالدنيا بالدنيا امه وبابا راضين عليا بالدنيا امك محتاجه انا مش جايبتك باش نشهر بيك راه حط حاجه في مخ مانيش جايب الشهر بيك ولا باش نتهم فيك ولا امك علاش تحيلت عليها وطيشتها في الليل وتعاير في راجلي انت راجلي تعرفوا انت حتى تو كان حطه قدام الجمهور نجيبة ما تعرفوا نجيبة نعم سي علاء انا باش نتكلم انا وياه تو راني ساكتة سي علاء نقطة الضعف الوحيدة ونقطة النقطة السوداء في هذه الكل الباقي كل نجم نتناقش فيه مع 10 اخوان مش متفاهمين انت لاباس عليك اكثر منهم لو نادي غيره حق كذا وان شاء الله عندك حتى 500 مليون وربي يزيد واضح واضح حاجة برك قوم بواجبك مع امك. امي تحب تطلعها لي دور روح بيا تفضل. لا 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 لهنا 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 قصت. بشوي نكلمك كلمه؟ ايه. تنجم خويا نعملوا موعد ونجيبوا صحفيه تطلع معايا الفرنك اللي تاخذه امي تعطيه لخويا الصغير اللي ضرب بالدار قول له الدار تكتبت بساميك مع الاول ولا اللي بوراك صح. لا لا انت ماكش باش تعطيها عشرات الملايين. انت باش ماكلها ومشربها وملبسها. مدام نحكي انا وياك. ما اشربها وما على الحب والصدق والقسم والرحمن وراسك انت وراس جمعك اللي هنا ما تحرفش امي انهارات برك انهارات كانت عندي في الدار كده عيلتي هنا قولها عندك في الدار كانت عندي في الدار قداش ما قلتليش يعني كانت عندي في الدار يا سي علاء مو على خاطر لاسيرونس هزها 12 يوم بالوقت يا سي علاء هي بنت اختي يا سي علاء سؤالي ليك علاش ما قلتليش امك كانت بحذاك الجواز ما ينجمش يكون على خاطر لاسيرونس مرتين كانت بحذاك هز اخوه بالقوه على لاسيرونس يا سي علاء اسمع بلاسيرونس 17 سنه ما ريتوش يا سي علاء سي علاء شنو هي التوكيل اللي عملته باش تاخذ فلوس لاسيرونس انا ما عنديش توكيل المحاميه اي لحظه مدام المحاميه في القروان تتصل بها اخويا ايوه عملت لها توكيل بس اخذ لها حق توكيل شنو؟ توكيل على الحكم نتاعها نتاع الحق المرور في التوكيل فماشي تنصيص ما يومك ما تقدرش وما تنجمش تمشي تصحح وكذا فماشي تنصيص انه الفلوس اللي باش تقبضهم ترجعهم لميمتك نهاني هذاك انا سجل عليا تو ايوه سجل عليا تو كان ناخذ من الليم اي كان ناخذ من الليم لا هو المسؤول على كل شيء راني نقول وقتها قلت تقول انا كلام فيك راني نكمل مشاكل ونجيب نجيبه استنى استنى نجيب نجيبه والحاجه ونقول راك كليت فلوس امك ايوه ما خذيتش جايه عندها محاميه نتاعها ايوه هي تتصرف معه واضح ثم حاجه اخرى باش نقولها لك سي علاء
نحب نخرج الصحفيه كيفاش نجيبها اختي. انسى الصحفيه، انساها الصحفيه. باهي ننساها. قبيله وانت تحكي لي على الصحفيه. خلينا نحكي لك، لا ما باش نثبتوا الحق. يا ولدي ما فهم نثبتوا الحق. احنا لهنا مش باش نثبتوا حق. احنا لهنا عركه بين زوج اخوه. يبدو لي اني شايف بزرتي ست عيال صاحبي بنويتي ذريه ناس عندي ما عندي شيء. ايوه احنا لهنا ماناش باش نلوجوا لا على حقوق ولا على الورثه شكون يصحح. احنا زوز اخوه متعاركين وام الضره. أيوة. نحبوا زوز اخوه كان فما مجال للصلح يتصالحوا ونتلهوا بامنا اكهو. خلينا نكمل لك الموضوع. إيه لا سمعتني ولا مش سمعتك انا؟ اي وفاهمك.